ده لأرواح الشهداء، عبارة فاتحة لأرواح الشهداء العظام الأعظم الأبطال الشهداء اللي عم يدافعوا على الأهالي من النظام الفاسد ملعون الوالدين الله ينتقم منه. هالشهداء الأبرياء هي المال لازم يعني يرجع لها كليات أطفال كليات شباب تحضرون شو ذنبه ما لها القذافة عم تشد أبرياء عشوائي بشكل عشوائي الأطفال والشباب مهدين الله أكبر عليهم. شكيتهم إلى الله شكيتهم إلى الله. ضد باباتكم تعوا نحن الرستن اللي بتتعدى 70,000 بتتعدى تتحدى جيشه بدون دبابات طائرة تجنبهم بس ويجي يجي للرستن بس هال70,000 مستعدين يخذ ينهو خالص بس يجنب الطائرات والدبابات الحقير الباطي هو هون يشوف المراجل بالرستن والإيمان بالرستن. مين لكم شهداء هون؟ أولاد عمنا أولاد أختنا كل أشواق صواتنا كلها مين هو؟ كل أطفالنا كل شبابنا كل أخواتنا كل أولادنا وأطفالنا وأخواتنا الله ينتقم منهم هالظلام الله ينتقم منهم الله ينتقم منهم الظلام الحكام هيك عشوائية هيك على وين ما أجت تجي أطفال نايمة نساء نايمة هيك 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 الله أمانك الله ينتقم منكم يا ظلام الله ينتقم منكم منتقم من جبار الله ينتقم منكم منتقم من جبار الله أكبر عليك يا ظالم الله بنتقم الله أكبر عليك يا أنيسة ينتقم منك يا أنيسة بجاهد منك يا بشار يا عدو الإنسانية بدون ضمير وبدون دم بدون أخلاق. شوف الشباب جت لجنة المراقبين على الرستن شو رأيكم فيها؟ المراقبين هذول فاسدين هذول جواسيس هذول ما في لين بدل بل حدا بالعالم في ذرة إنسانية وضد ذرة كرامة جواسيس بل حدا في عنده ذكر وشاف القمع وحدبه وحله القمع هذا على مجنب وضل عنده إنسانية؟ مين هذا اللي ضل عنده إنسانية؟ مين هذا غير الكافر الظالم اللي ما عنده